هل هنالك أثر للرضاعة الطبيعية على زيادة نمو الذكاء عند الطفل؟ موضوع مهم ويهم كثير النساء الجزائريات والنساء بصفة عامة، خصوصا الأمهات. الرضيع يقدر يكون مشي مرتاح مشي من الرضاعة. ليه ما يحبوش يرضعوا أطفالهم؟ دائما نظري في نظر البيبي ديالي، عيني في عينه. هذا الهرمون يسمى ب هرمون الحب، أحيانا يسمى بهذا التسمية. زينة الحياة، هذه الحصة اللي حترافقكم طيلة كل هذا الموسم وتعتني بكل ما هو يتعلق بصحة الأم وابنها. زينة الحياة، تناقشون مع أطباء ومختصين كيف تهتمين بطفلك، مواضيع طبية ونفسية تخص الأم والطفل. زينة الحياة، برنامج أسبوعي قريباً على قناة الوطن الجزائرية.